كبدا ديالك 5 سنين. ايوا كبتي انا كون مشيت لعند شي واحد كيدير التجميل داك التازي ما غاديش يلقى ليا كاع باش يدير ليا التجميل الكبده ديالتي، انا كنتحرق كل ليل كل نهار. انا كنقول للمسؤولين هذا عار، وقفوا معايا الجمعيات يوقفوا معايا والناس اللي مسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا هذا الملف اللي فيه الضغوطات. الا ما انت يطلع غير على هذا الملف والا لقاني انا كنكذب عطيني مؤبد. مشاهدينا على أشواق تيفي أهلا ومرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا مع الأم ديال الدراكي أيوب الديش، الدراكي اللي توفى هذه 5 ديال السنوات في ظروف غامضة على حساب ما قالت الأم ديالو. واليوم كاينين ظروف. اليوم غادي نحاولوا أننا نكتشفوا معكم المستجدات ديال هذا الملف وشنو وقع من الأول حتى الأخر. الحاجة السلام عليكم. سلام أولدي. اليوم بغينا نعرفوا المغاربه كاملين بغاو يعرفوا القصه ديال الابن ديالك من الاول كيفاش وقعت. احنا ولدي انا مدابزان مع واحد الجار ديالنا كيجيب ليسانس كيبيعو ديال الدوله، ما كاينش اللي يهضر معاه والو، هذاك الشيء كاع كله ناعسين الناس شادين له تايدو ناعسين، هذا الشيء ماشي معقول، راه حنا مظلومين. ديك ولدي دعا ولدي وحنا هو كاين كيدير ستاج في مراكش، دعا قال له كيتبع ليا مرتي، واش اللي كيدير ستاج ديال الجدرميه في مراكش يخرجوا؟ اه ايوا اذا ولدي كيشد الكوبتر من مراكش للرباط باش يتبع ليه مرتو باش يرجع ثاني بالطياره، عنده الطياره هو. يعني وقع المشكل ملي كان ولدك في ستاج؟ ملي كان قبل كاع ما يكون في ستاج هو السيد كيتعدى علينا كيظلمنا وحنا ما ديناهاش فيه، ملي مشى ولدي للستاج هو يدعي قال له كيتبع ليا مرتي. قلت له تعيا وعجبنا التنازل، عندي التنازل وقلبت عليه في المحكمه ما كاينش كاع ذاك المحضر، ما كاينش نقار داك المحضر على ما حال سيدي، وهو يدير ويقول لك انا صورته، انا ما صورتوش ماشي شغلي فيه، انا ماشي سوقي ما دايهاش فيه، ما كنهضروا معاه ما كنتذكروا معاه. ولدي كان ناعس، كان بيرمانونس، ملي كان بيرمانونس نهار الجمعه ونهار السبت خرج مشى يتفرج في الكوره بحال الدراري بحال ايها الناس كاع، تفرج في الكوره بقى كيهضر مع الدراري ولاد الحومه ديالنا كيضحك معاهم وتيهضر معاهم. يعني هادشي واش كان مازال في ستاج ولا جا للدار؟ لا خرج دابا من ستاج خلاص، ملي مشى تيتفرج في الكوره كمل الكوره بداو تيهضروا الدراري وداك الشيء، شد الطريق باش يجي مشى لعند خو لوسيو ما لقاش، جا شاد الشانطي ضربوه راه مدروس داك الشيء وداك الشيء راه دايرين ليه الدرس ديالو دايرين ليه كل شيء. الواقعة وقعت في ذاك الويكاند ولا كان سيرفيس؟ في الويكاند في ذاك السبت سنيت فاش مشى تفرج في الكرة، في الليل جلس يتفرج في الكرة حتى كملوا الكرة كيبقى تيهضر كأنه كانت مع الدراري وداك الشيء مع ولاد الحومة القديمة ديالنا، جا للطريق ضربوه حدا ديك ضربوه مشى حتى لحداك البون باد ليسانس اللي حدا الكرنا ديال الرباط، وهو يطيح تما مسكين ويجلس في الشانطي وأنا كنصوني عليه حتى دايز واحد الراجل يصلي هو يشوفو عيط لمالي البون با وقالوا ليه جا لعندو طلعوا عيطوا للبوليس، عاد جات الصافيطات ديال البوليس، جات الصافيطات ديال البوليس هزوا الموتور شفاره داوه داروه في الكفر تفاوضوه هزوه داروه في الكفر وزادوا به ودازوا في واحد القنطره ديك القنطره ديال الشهداء اللي في الرباط دازوا من تما، ملي كنقولوا للبوليس راه دازتهم كيوريها لينا وكيدير الطوموبيل تيدير الكاميرا، نقول له زكا خلينا نشوفوا النمره، شادين الناس اللي هازين الموتور. هذيك الوقت فاش صونوا عليك قالوا لك راه ولدك، يعني كيفاش جاك الخبر هذيك؟ لا فاش جاني الخبر انا كنعيط عليه في التليفون، انا راني انا حالتي حاله ديما التليفونات لولادي، وهو يهزي واحد رجال المطافي قال لي شكون انت اللي كتهضري في التليفون؟ قلت انا موين داك من التليفون شكون انت؟ قال لي انا رجال المطافي، اجي راه ولدك في السويسي دارك صيده. قلت له علاش ما تديوش المريفيين؟ هو راه دراكي ديو المريفيين
هو يقول لي راه كاين في السويسي، جينا السويسي لقينا راه ولدي لقيناه ميت. واش مات في البلاصه اللي دار فيها اكسيده ولا تاع السويسي؟ أمالي انا جيت لقيت ولدي قلبته لقيته باقي سخون. ما نقولكش ولدي واش مات ليهم في لابيلانس، واش مات ليهم في الطريق، واش مات ليهم. حالتك الحاجه في ديك الوقيته؟ حالتي ولدي راه لاباس ملي ما هبلتش. ولدابا الان حالتي حاله راه مريض. با مريض كله بالبرص، عائلتي كلها مريضه، حبابي وحبابو كلهم مرات، كلشي مريض كيعاني بهذا الشيء، كيعاني بالحقره، حنا محقورين. بالنسبه للاب ديالو توا دارك؟ اه هو دارك، هو استاذ، كان استاذ تيقري جدارميه. يعني هذه الواقعه هذه بدلات حياتكم؟ ماشي غير بدلات حياتنا، هدمتنا. ماشي غير بدلات حياتنا، هدمتنا، ما عارفين الليل والنهار، حالتنا حاله. المنكر وكل شيء شاري، كل شيء سد علينا البيبان. كنمشي دابا انا جايه للدار البيضاء، انا ساكنه في الرباط وجايه للدار البيضاء، راه تبع راه جالي الخبر بعدا تابعيني عباد الله فين غاديه وفين جايه. اجل الحوايج اللي دار بهم كسيده، كيفاش الحوايج اللي دارين به كسيده؟ ما مشرقين ما حتى حاجه، باقين عندي، باقين عندي في الساك. مره اخرى غادي نجيبهم ونوريهم لكم، تعرضوا لي مره اخرى، غادي نجي عندكم لهنا للدار البيضاء ونوري لكم الملابس ديال ولدي اللي قالوا دار كسيده. ولدي ما دارش كسيده، ولدي تقتل. الناس اللي غادي يسولوا على السبب ديال التواجد ديالك اليوم في الدار البيضاء شنو؟ ايوا انا جيت نعرض حياه بناني حيك عندها جلسه، وجيت باش التقيت انا مع الصحفيين وبجيت نعاونها في الوقفه ديالها الاحتجاجيه اللي دارت. خمس سنين الحاجه مازال؟ خمس سنين اولدي، وحنا في الطماطول. سير شهر و15 يوم، شهر ها كورونا الناس كيتحاكموا. الكبده ديالك خمس سنين. ايوا كبدتي انا كون مشيت لعند شي واحد كيدير التجميل داك التازي ما غاديش يلقى لي كاع باش يدير لي التجميل الكبده ديالتي. انا كنتحرق كل ليل كل نهار. كانت امين بناني كتقلب على ولدها 10 سنين 15 عام. انا 15 انا 10 سنين وانا في المحكمه الابتدائيه، كلشي مشري، كنكون مظلمه وكيقولوا لي الظلمه متهمه. هذا الوليد هو اللي عندك؟ لا عندي ولد اخر، عندي وليد اخر، ولكن حتى واحد ما كره بوليداتو اللي كبر ضرب عليهم التمره والقهره. شنو تبغي تقولي لهاد الناس؟ كبرتي وقريتي. اه انا كنقول للمسؤولين هذا عار، وقفوا معايا الجمعيات يوقفوا معايا، والناس اللي مسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا هذا الملف اللي فيه الضغوطات وفيه المنكر، وقفوا معايا. الحالة ديال باها الحاجة؟ الحالة ديال باها راه مبروس وحالته حالة، وكيدخل ويخرج في الهضرة، ما هوش في هذا الحال، ما كيشوف النعاس كيقدر غير في الدار. من نهار وقعت الواقعة؟ من نهار وقعت الواقعة تقلبنا، ولينا في عالم آخر، ولينا في حالة أخرى، ولينا ما كنعرفوا قلت لك الليل ولا النهار، ما عرفنا عواشر، ما عرفنا السبت، ما عرفنا الحد، ما عرفنا حتى حاجة. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. الحاجة شنو الكلمة ديالك الأخيرة للمسؤولين؟ شنو تبغي توصل؟ أنا كنعيط على الحموشي، أنا مزوق فيه. دخلت عليه غير بالبزيزيله ديال امو الله يرحمها، الى ما انت يطلع غير على هذا الملف، والى لقاني انا كنكذب عطاني مؤبد، غير الى لقاني كنكذب يعطيني مؤبد. وكنطلب السي محمد النبوي يطلع على الملفات ديالي اللي في المحكمه الابتدائيه وفي النقد وفي المحكمه ديال الاستئناف، الى كنت انا غلطه يعطوني مؤبد، انا كنحكم على راسي. شنو اللي خلاك متشبته بالاقوال؟ معايا ركبتي هذيك اولدي، ركبتي هذيك، راه ولدي هذاك ركبتي، راه ضربت عليه تمره وضربت عليه القهره، راه ولدي هذاك باش يتقتل ليا ولدي دراكي. كون غير كان شي شمكار انا ما عندي فيه سوق، ولكن ولدي انا هو تيشوفوا الناس اللي كان شي شمكار ولا داروا ليه سكران وتشريح تيقولوا ليه مات معنف، والله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. نتمناو خير الحاجه. اذا مشاهدينا على اشواق تي في، كانت هذه مستجدات ديال هذه القضيه هذه على لسان ديال الام ديال الدراكي اللي الملف ديالو خلق واحد الضجه كبيره في الوسائل، يعني في اوساط ديال التواصل الاجتماعي. اليوم الام ديالو كتقول انا كنطالب بالحق، خمس سنين ما كتنعش، يعني الحاله ديال با ولات متدهوره خمس سنين وهي كتعذب، واليوم مازال كطالب ومازال متشبته يعني بالاقوال ديالها. الى هنا اخواني، ما علي الا ان استودعكم الله. كان معكم حمزه اغنيم، خلف الكاميرا اشرف عوينه، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.